أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، كرمت رابطة الصحفيين الاستقلاليين أمس بالرباط مجموعة من الصحفيات احتفاء بالمرأة المغربية. هذا التكريم حضره حميد شباط الأمين العام للحزب وأعضاء من اللجنة التنفيذية كاعتراف بالجميل والمجهودات التي قدمتها المحتفى بهن على المستوى الإعلامي في المغرب. وتم تكريم 8 من الصحفيات اللواتي عملن في الصحافة وكانت لهن ذكريات جميلة مع صاحبة الجلالة، ويتعلق الأمر بمليكة الملياني المعروفة بالسيدة ليلى وبديعة ريان وفاطمة مطرب وغزلان برحيم وليلى الشافعي وزهور عميرات وزليخة أسبدون وأمينة بن الشيخ. قتل شاب يبلغ من العمر 20 سنة مساء أمس بمدينة مراكش بعدما رمى نفسه أمام قطار على مستوى منطقة الحي الصناعي سيدي غانم الواقع على طريق أسفي. ورجحت مصادر محلية أن يكون الشاب يعاني من اضطرابات نفسية. وحسب شهود عاينوا الحادث، فجثة الشاب وجد بالقرب منها مجموعة من الأدوية تستعمل إما لمعالجة الاضطرابات النفسية أو حبوب مهلوسة. وقامت مصالح الوقاية المدنية بنقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات لمباشرة الإجراءات اللازمة. تم صدور مذكرة بحث دولية في حق مواطن مغربي مشتبه في ضلوعه في السطو المسلح على شاحنة النقود بطنجة بعدما استعانت الشرطة المغربية رسميا بالشرطة الدولية لفك لغز هذا الحادث. الشخص المبحوث عنه سبق له أن نفذ عملية سطو مسلح على وكالة بنكية في برشلونة وكان عمره آنذاك 17 عاما، لتقوم السلطات الإسبانية بترحيله إلى المغرب. ومن المرجح أن يكون المعني قد تمكن من مغادرة التراب الوطني فعليا وأن يكون توجه نحو بلجيكا إذا صحت فرضية تخطي الحدود الوطنية. دوليا، فازت عالمة الجينات الألمانية ساسكيا بيسكوب بالجائزة الأولى للإبداع الأوروبي النسائي برسم السنة الجارية، وهي الجائزة التي تمنحها المفوضية الأوروبية بهدف تشجيع النساء على ولوج ميادين البحث العلمي. العالمة الألمانية المتخصصة في علوم الجينات البشرية أحرزت المركز الأول للجائزة، وذلك تقديرا لجهودها في البحث العلمي. وقد أسست بيسكوب شركة للتكنولوجيا الحيوية المتخصصة في البحث عن الأسباب الجينية للأمراض البشرية. رياضيا، تستمر المنافسة على أشدها في الدوري الإسباني بين الثلاثي ريال وبرشلونة وأتلتيكو مدريد بعد تقلبات مثيرة شهدتها المراحل الخمس الأخيرة، حيث يفتتح برشلونة المرحلة 27 من الليغا اليوم وعينه على خطف الصدارة ولو مؤقتا من غريمه الأزلي ريال مدريد الذي يلعب الأحد أمام ليفانتي، عندما يحل ضيفا على بلد الوليد القابع في المركز 18، إذ تعد مهمته في المتناول خاصة للفوارق الكبيرة بين الفريقين هذا الموسم، في حين أن مهمة أتلتيكو مدريد لا تخلو من الصعوبة إذ يحل ضيفا على سالتا فيغو 11 والذي يقدم مستوى جيد. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموجز، وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة باسمي وباسم أسرة شوف تي في نتمنى لنساء العالم يوما سعيدا، ولا تترددن في الاستمتاع بيومكن. دمتم في رعاية الله.